إذا سيداتي نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثامن على كأس الإمبير للخيل العربية الأصيلة للإنتاج المحلي دادي شوط مشروطة مسافة 1200 متر، مجد العريق يسقاها طيورنا معزوزة الوسمية والضاح ومواشة، ينطلق الشوط مع سدام قرن والجواد والضاحة المدرب البانديميول والخيال بيرك كونفرتينو، ثانيا مع الجواد مجد العريق سيد حسن بن علي المطوي ماركو مونتريسو ما في المركز الثاني، ثالثا مع الوسمية سليم غلام الآن وسيد محمد بن علي العطية، رابعا محاولة من الجواد ديجس قاهر ومربط الجريان والمهندس جاسم مهند جاسم اليقود جرال دبرانشا، رابعا الآن إذا تزال الصدارة مع الجواد مجد العريق الآن وماركو مونتريسو، إذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية مجد العريق الآن ماركو مونتريسو سيد حسن بن علي المطوي الآن محاولة من وضاحة لكن مجد العريق الآن السيد حسن بن علي المطوي ماركو مونتريسو اللي تصدر هذا الشوط، محاولة قوية ومن قوية مجد العريق الآن ماركو مونتريسو يتصدر هذا الشوط، مجد العريق سيد حسن بن علي المطوي، ألف مبروك لسيد حسن بن علي المطوي والجواد مجد العريق، محاولة من طيورنا لكن مجد العريق يتصدر هذا الشوط، ألف مبروك على هذا الانتصار سيد حسن بن علي المطوي. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم واحد مجد العريق سيد حسن بن علي المطوي، الخيل ماركو مونتريسو ثانيا الجواد رقم ثلاثة تيورنانس سادم جاسم محمد الغزالي والمدرب جاسم الغزالي والخيال هاري بنتلي ألف مبروك، ثالثا الجواد رقم أربعة معزوز ملك السيد مبارك سيد النعيم والخيال البرتسان والمدرب ماجد سيف الدين ألف مبروك، رابعا مع الجواد رقم اثنين يجس قاهر السيد السادة مربط الجيران والمدرب مهند جاسم اليقوت والجرال لبرانش، خامسا الجواد رقم ستة الجواد والضاح من الكاسادة مقرن والمدرب البانديميول الخيال بيير كونفرتينو ألف مبروك. في هذا الشوط الخيال ماركو مونتريسو Congratulations ألف مبروك. المدرب السيد حسن بن علي المطوي ألف مبروك السيد حسن بن علي المطوي. المالك أيضا السيد حسن بن علي المطوي ألف مبروك على هذا الفوز، صورة تذكارية لهذا الفاز، ألف مبروك لسيد حسن بن علي المطوي ماركو مونتريسو على هذا الانتصار الجميل.